لمناقشة ملف التطبيع بين المغرب والكيان الصهيوني ينضم إلينا عبر الهاتف الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين الدكتور عبد الحميد العاني. أهلا ومرحبا بك دكتور. حياكم الله ومرحبا بكم. بداية دكتور عبد الحميد، أصدرتم اليوم بيانا بشأن اتفاق التطبيع الذي تم بين المغرب والكيان الصهيوني الغاصب، كيف تفسرون هرولة بعض الدول العربية وآخرها المغرب للتطبيع مع الكيان المحتل رغم انتهاكاته للفلسطينيين وحقوقهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولجميع المشاهدين. للأسف تتالت بياناتنا في المدة الأخيرة لاستنكار مثل هذه الخطوات، خطوات التطبيع التي رأيناها أكثر من دولة قد تعاقبت على مثل هذا الأمر، وهذا أمر مؤسف جدا ويدلل على حالة خطيرة من انحدار الأمة وضعفها وهرولة هذه الأنظمة إلى أحضان الكيان الصهيوني الغاصب الذي لم يأتي منه إلا الخير، لم يأتي عفوا منه أي خير، بل لم يأتي إلى البلاد أي منه إلا كل شر. وللأسف هذه الأنظمة التي تهرول نحو التطبيع لم تقدم لبلادها ولشعوبها أي شيء من التزاماتها السابقة، بل هي بهذه الخطوات تنكرت لتاريخ هذه البلاد تاريخ عريق من مقاومة المحتل ومن نصرة القضية الفلسطينية ومجابهة كل الظلمة وكل المعتدين. هذه خطوات تطبيعية للأسف تنذر بأن القادمة سيكون أسوأ مما مضى، ولا نرجو أنه لا نتمنى أن تسير بلاد أخرى نحو هذه الخطوات، بل نتمنى أن تكون البلاد العربية جميعا على قلب واحد مثل ما تريده شعوبها، وهي مناصرة تلك القضية الأولى، قضية فلسطين. طيب، في بيانكم أكدتم أن الإدارة الأمريكية تتبع ذات المساومات السابقة عبر إعلان ترامب التطبيع مقابل اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. برأيكم كيف يمكن التعويل على رئيس كترامب، لا سيما وأنه يقضي أيامه الأخيرة في سدة الحكم؟ فضلا عما ذكرت، فإن كل الوعود بحسب التجربة، وهؤلاء جربوا أيضا، كل الوعود التي تصدر من أمريكا أو من الكيان الصهيوني إنما هي حبر على ورق ولا ينفذ منها أي شيء، إنما هي الوعود الحقيقية هي ربما من يقف وراء ترامب ويقف وراء هؤلاء لضمان استمرار هذه الأنظمة وهؤلاء الحكام في كراسيهم. ومع هذا فإننا رأينا أن كثيرا من هذه الوعود أيضا يتم التنازل عنها والتخلي عن أتباعهم بكل سهولة، ولذا نحن نقول أنها وعود لا أثر لها ولا وجود لها، إنما هي وهم وخيال، وليست هذه الأرض بأفضل من هذه الأرض، ولا يمكن أن نساوم بإعطاء أرض مقابل أن نكسب أرضا أخرى، فالصحراء الغربية هي بأفضل من الأراضي الفلسطينية، ولا الشعب العربي هنا في هذه البلاد أفضل من دماء شعوبنا في البلاد الأخرى، فهي قضية واحدة، وإن كانت طبعا مركزية قضايانا هي القدس وفلسطين. سجلتم في الهيئة موقفكم الرافض لسياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني، لكن السؤال، ما الخطوات العملية لمقاومة هذا التطبيع شعبيا على الأقل بعيدا عن الحكومات المهرولة نحو التطبيع؟ نعم، الواجب الأول هو على الشعوب، وهنا قبل الشعوب قادة الفكر وعلماء الدين، علماء الشريعة وغيرهم السياسيين والوطنيين، أن يكون لهم كلمتهم مثل هذه البيانات وتترجم إلى أفعال على أرض الواقع، فلا بد للشعوب أن تكون لها كلمتها للضغط على هذه الأنظمة وعدم الخضوع وعدم الاستسلام لمثل هذه الخطوات، لأنها تتناقض مع عقيدتنا، تتناقض مع مبادئنا، تتناقض مع التاريخ، تاريخ كما قلت في بداية كلامي، التاريخ المشرف الذي سارت عليه هذه الشعوب منذ سنوات طويلة، منذ عقود من الزمان،
وهي تناصر القضية الفلسطينية وتواجه ظلم الاحتلال الكيان الصهيوني وجبروته وانتهاكاته لملايين المهجرين من الشعب الفلسطيني والمقدسات والأراضي وغير ذلك من الأمور. فهذه الخطوة المهمة أو الواجب الأول والأخير هو على هذه الشعوب، وتستطيع هذه الشعوب بممارسات عدة أن تقوم بواجبها للضغط على الأنظمة للتراجع عن مثل هذه الخطوات. اليوم تواجه 200 عائلة فلسطينية خطر إخلاء منازلها في القدس المحتلة لصالح مستوطنين صهاينة. هل يعطي قطار التطبيع العربي الضوء الأخضر للاحتلال الصهيوني بارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق الفلسطينيين؟ أم أن الكيان المحتل يحتاج لهكذا اتفاقيات لارتكاب جرائمه المستمرة منذ عقود؟ هو لم يأبه الكيان الصهيوني منذ أن وجد في هذا المكان، لم يأبه لا لقرارات دولية ولا لجيران ولا لشيء آخر، فهو ماض بهذه سياساته الإجرامية. ولكن مثل هذه القرارات، قرارات التطبيع والاتفاقيات الانهزامية، تعطيه دعما وتعطيه تأييدا. فمثل هذه القرارات كأنها تنازل عن كل الحقوق السابقة، تنازل عن مقدساتنا، وتنازل عن دماء الملايين، الآلاف بل مئات الآلاف من الشعب الفلسطيني التي أسيلت على هذه الأرض، ودماء شعوب الأمة، لأنه القضية الفلسطينية ليست قضية الشعب الفلسطيني بل قضية الأمة، وهو تنازل عن آلاف الكيلومترات التي اغتصبها هذا الكيان وأقام عليها المستوطنات، التنازل عن ملايين الشعب الفلسطيني الذي هجره هذا الكيان الصهيوني ولا يزال يهجره. ونحن قلنا ذلك سابقا، وما ذكرتم الآن أيضا دليل على هذا، أن الكيان الصهيوني لن يقوم بوقف عملياته الاستيطانية وانتهاكاته ضد أبناء الشعب الفلسطيني. لذا نقول أن هذه القرارات، قرارات التطبيع، لم تأتي بخير ولن تأتي بخير لا للشعب الفلسطيني ولا للقضية الفلسطينية بل ولا لشعوب المنطقة أجمع. نعم، الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين الدكتور عبد الحميد العاني، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.